بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع جديد إن شاء الله بنستكمل فيه موضوع البلاستيك ثيري، وهنتطرق إن شاء الله لمجموعة من المسائل المحلولة بالنسبة للسامبل جيمز، سواء كانت فيكسد أو بروبد، وإزاي إن إحنا نحسب اللود بتاع الكولابس والمومنت، وموضوع الميكانيزم بتاع الكولابس للي بيتفرج علينا أول مرة يعني يرجع عشان ياخد فكرة عن الموضوع بتاع البلاستيك ثيري، إنه يرجع للمحاضرة الصوتية سيبل 120.8 و129 عشان الشيب فاكتور والإلاستيك سيكشن مودلس والبلاستيك سيكشن مودلس، بياخد فكرة عن الموضوع. نبتدي بإذن الله. عندنا مثال قدام حضراتكم، وهو سيمبلي سبورتد بيم هنج ورولر في الناحية التانية، اي بي عليها حمل بي كونسنتريتد لود في الوسط بسبان ال، وهنا ال على 2 وهنا ال على 2. المطلوب من احنا نحسب الكولابس لود فور ذا بيم شون، وبعد كده ان شاء الله نتطرق الى ان البلاستيك هنج الموجودة او اللي نتجت نتيجة الكولابس، عايزين نحسب الطول بتاع هذه الهنج. اول حاجة عشان تعمل الميكانيزم بتشوف الكونديشن بتاع الكاميرا اللي انت بتدرسها، تشوف ايه الديجري اوف انديترمنسي وتزود عليها واحد عشان بتعمل الميكانيزم المفروض الكاميرا تنهار فيه. فدلوقتي احنا عندنا اتنين، الهنج الشمال دي الرياكشن بتاعها اتنين، وفي اليمين اللي هي الرولر سبورت رياكشن بتاعها واحد. لو قلنا 2 + 1 3، 3 عندي 3 معادلات بتاعت الإكوليبريم، يبقى عندي 0، يبقى هي statically determinate او indeterminate بدرجة 0 لانها ما فيهاش statically indeterminacy. فانا محتاج احولها من statically determinate stable الى ان الميكانيزم ده لازم يبقى انستيبل في حاله الانهيار عشان ينهار، وبالتالي بنضيف لها هنج. ايه المكان المقترح بتاع الهنج؟ المكان المقترح بتاع الهنج اللي هو عند اللود اللي بيعمل لي اكبر مومنت، وبالتالي المتوقع ان انا اعمل هنج في المنطقه بتاعه الميدل لينث بتاع السبان. اللود بي بيزيد، بيفضل يزيد لغايه ما يوصل الى اللود بي واي اللي هو البي ييلد اللي هيسبب مومنت بيساوي مومنت اليلد، وان يزيد لغايه ما يوصل لغايه المومنت اللي لغايه ما يسبب المومنت بتاع البلاستيك، وبنسميه في هذه الحاجه بي بلاستيك. زي ما حضراتكم عارفين البي في الوسط، يبقى الرياكشن في الشمال بي على 2 وفي اليمين بي على 2. البندنج مومنت عند النقطه دي اذا سميناها سي اللي هو بي ال على 4. لما بيزيد ده القيمه بتاعت البندنج مومنت عند الام سي للود اقل من البي يلد، وبالتالي هيديني مومنت ام سي اقل من الام يلد. والمرحله الثانيه بيوصل للام يلد، يبقى اللود بتاعه بي يلد ال على 4، وبعدين يوصل للبلاستيك اللي هو ام بلاستيك بيساوي بي بلاستيك في ال على 4. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل انه اول ما بيوصل لليلد يبتدي الجزء زي ما اتفقنا اللي هو الجزء الاولاني اللي هو ده بيحصل له يلد بهذا الشكل، وبعدين بعد كده يتحول الى الاستيك بلاستيك، يعني حته من اليلد وينزل شويه كده، وبعدين يبقى فول بلاستيك انه المنطقه دي كلها اف ييلد. نرجع تاني، لما ده بقى اف ييلد بقى اصبح الماده دي ما بتشتغلش معاك، خدت جزء وانتقل الاستريس بقى في المنطقه دي وصلت لليلد والييلد، يبقى الجزء ده تقدر تعتبره مش شغال معاك، فكانه حصل نحر واصبحت الجزء دي ممثلة بهذا الشكل. هيبقى على الشمال يتولد ام بلاستيك وعلى اليمين ام بلاستيك، ويحصل روتيشن، وبما ان الكاميرا مش مهيئة لهذا الميكانيزم ده احنا بنفترض ان الانهيار هيحصل كده في هذا المكان،
وفعلا الكاميرا بتنهار لما بتوصل الى بي بلاستيك. يبقى اذا الام بلاستيك هو بي بلاستيك ال على 4، واللود بتاعها هيساوي 4 ام بي على ال. يبقى ده الجزء الاولاني من السؤال. الجزء الثاني، ازاي نحسب الطول بتاع الهنج؟ نفس الدياجرام اللي احنا استعملناه، هنا الام ييلد جاي من هنا لهنا، وهنا الام بلاستيك جاي من هنا لهنا، ده في حاله اليلد وفي حاله البلاستيك. بالنسبه للهنج، الطرف الشمال هيبقى الاستيك والطرف اليمين هيبقى الاستيك، والمنطقه دي الاستوبلاستيك، الشكل بتاعها اللي هو عامل كده، يبتدي بالام ييلد لغايه ما يوصل لغايه البلاستيك عند النقطه الوسطانيه. فنقدر نعتبر انه لو حطينا الهنج تحت الدياجرام اللي هو بتاع الام ييلد ام بلاستيك، فان الحرف ده لو طلعنا بيه خط راسي يتقاطع مع الكوردينيت. احنا دلوقتي وضعنا النهائي اللي هو ده من 0 ام بي ام بي، هاخد عند النقطه دي اللي هي تساوي الام ييلد بالقيمه بتاعتها، اخدها من الدياجرام بتاع الام ييلد، اروح شمال او يمين، هديني النقطه دي اللي عندها نهايه اللي هو الايدج الشمال بتاع الهنج. طب انا بقيس مدتهم من لغايه فوق، يبقى المنطقه دي كلها ام بي والمنطقه دي ام ييلد، المسافه دي ام بي ماينس ام ييلد. تمام، انا عايز احسب ايه؟ انا هجيب التان الفا عشان اجيب الطول ده. الطول ده يمثل نص طول الهنج، وبالتالي التان الفا دي مشتركه، ان ده الخط بتاعنا بتاع البينج مومنت. التان الفا دي بتساوي الا على 2 مقسوم على الام بي اللي هما، وفي نفس الوقت نفس الالفا دي بتساوي ال هوريزونتال على 2 او ال هنج على 2، ال هنج على 2 على الحته دي اللي هي ام بي ماينس ام واي. بنعمل عمليه تثبيت بالنسبه لهذا القيم، الاثنين طارت مع الاثنين، يبقى ال بتاعت الهنج بتساوي ام بي ماينس ام واي، هتتضرب في ال ال وتتقسم على الام بي، يبقى 1 ناقص ام واي على الام بي في ال ال. طب الام ييلد لو نفتكر كان عباره عن ايه؟ لقطاع مستطيل كان اس اكس في الاف ييلد، والام بلاستيك كان اف ييلد في الزد اكس. فكان انا لما بقسم الام ييلد على الام بي كاني بقول بقسم اس اكس على الزد اكس. طب الاس اكس كانت بي اتش تربيع على الستة، انا صلحت الكتابة، الاس اكس على الزد اكس بتساوي بي اتش تربيع على الستة، وعلى الزد اكس اللي هو بي اتش تربيع على 4. نسبة هنا 4 على 6 يعني 1 على 1.5، اللي هو في الآخر بيساوي ام واي على الام بي. يبقى الام واي على الام بي يساوي 1 على 1.5 اللي هو الطرف قبليه الماينس، 1 ناقص 1 على 1.5 مضروب في ال ال بيساوي ال على 3. معنى كده ان الهوريزونتال لينث بتاع الهنج بيساوي تلت سبان. بعد كده عايزين نشيك برضو طريقه تانيه اللي هي الفيرشوال ورك، هنحصل على نفس النتيجه ولا لا؟ الفيرشوال ورك استعمالها سهل وبتعفيك الى حد ما من استعمال القيم بتاع البندنج مومنت، انه هتخش بعد كده في مواضيع فيكسيشن، بتحسب بقى المومنت وبعدين بتحط الاثنين دايجرام مع بعض. في طريقه ستاتيك، طريقه الايكوليبريم، ان انت بترسم البندنج مومنت بتاع الجسم اللي انت بتشتغل عليه سواء كان فيكسد، بترسم البنج مومنت بتاعه، وبعدين بتحسب الام بلاستيك، وبتحط الاثنين دايجرام مع بعض وتشوف عند منطقه الهنج وتجيب الفرق بينهم، يبقى هو ده الام بلاستيك. لكن الفيرتشوال ورك مدى سهولتها زي ما هنشوف بطريقه سهله، انه الاكسترنال ورك بيساوي الانترنال ورك. الاكسترنال ورك اللي هو انت عندك كونسنتريتد لود بتضربه في الديفورميشن اللي هو الديفليكشن بيحصل دلتا، نتيجه البي دلتا دي عند الميكانيزم بتولد ام
بتاع الكولابس اللي هو ام بلاستيك عند الهنج، نتيجة نزول دلتا بتولد هنا الفا واحد والفا اتنين، الميل هنا قل على اتنين وهنا الدلتا، الالفا هنا نتيجة ان الزاوية صغيرة بتعتبر ان الفا هي التان الفا اللي هي بتساوي دلتا على قل على اتنين، الاتنين هتطلع فوق. الاكسترنال ورك بي في الدلتا تحطه على الطرف الشمال، بس هنا البندنج مومنت بتحسبه بالتوتال انجل اللي هو ريلاتيف اللي هو الجسم اللي حصل اللي هو تشينج اوف انجل بقى 2 الفا، ودي بنفتكرها اللي درس اليلد لاين اناليسيس بتاع السلاب نفس التكنيك. فبنضرب بنقول هنا الام بي في ال 2 الفا، ام بي في 2 الفا، عندنا الالفا الواحده بدلتا على 2 دلتا على ال، يبقى 2 في 2 دلتا على ال 4 دلتا على ال، دلتا بتطير مع الدلتا هديني البي بلاستيك بيساوي 4 ام بي على ال، وبالتالي الام بي بتساوي بي ال على 4 بلاستيك، هي نفس النتيجه اللي احنا حصلنا عليها باستعمال الطريقه الاولانيه. عايز تتاكد ان انه مفروض ان دي هنج عندها السيجما المومنت سو صفر، فانت عندك بي على 2 ال على 2 هدي لك مومنت بيلف في الاتجاه ده كلوك وايز، وده انتي كلوك وايز اللي هو الام بلاستيك بي ال على 4 الاتزان متحقق كاتزان اللي هو بتاع التشيكة عند الهنج في الطرف الوسطاني. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.